بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 72 بعد 300 على 1. فنحن نقول لقد جرى المسلمون في العهد الأول على البيعة الشرعية، ثم مع الأسف تفرق المسلمون فيما بعد إلى دويلات تشبه دويلاتنا القائمة الآن، ولو أن ربما تكون أقل عددا وأوسع دائرة. وما أحد من هذه الدول سلك سبيل هذه الجماعات والأحزاب ليسوغوا هذا التفرق الذي كان قائما بين الدول الإسلامية يومئذ، ذلك لأنهم كانوا لا يزالون على شيء من العلم بالنسبة لعلمائهم. أما الناشئ الجديد اليوم والذين يدعون إلى تكتل ما وتحزب ما، فليس فيهم ما كان في أولئك من العلماء. العلماء حقيقة على الأقل علماء بالمذهب، هؤلاء لا عندهم علماء حقيقة ولا علماء. وقد أحسن حيث أخطأ كثيرا الدكتور البوطي حينما سمى نفسه وأمثاله من العلماء إنهم علماء مجازا، كانت هذه في الواقع يعني فلتة، لكن رمي من غير رام، أصاب الحق دون أن يقصده. فقد كان فيهم يومئذ على الأقل علماء مجازيين، يعني علماء بالمذهب، ولا يوجد في المذاهب مثل هذه الأحكام التي أنت حكيتها آنفا، فضلا عن أن يوجد مثلها في الفقه المستقى من الكتاب والسنة. فهذه أحكام تصدر من بعض الرؤوس التي لا تفهم الإسلام على وجهه الصحيح، لتسليك واقعهم ولاصطياد الناس وضمهم إليهم. ولذلك نحن نقول أن قائمة المسلمين لا تقوم إلا على أساسين اثنين منذ نحو 40 سنة، وأنا أقول بكلمتين وأقيم عليها محاضرات كثيرة، لا بد من التصفية والتربية. تصفية الإسلام ما دخل فيه في كل نواحي الإسلام، ولسهم بحاجة إلى شيء من التفصيل، ثم اقتران التربية مع هذا العلم الصحيح. فأين العلماء الذين ينبغي أن يكون عددهم بالألوف المؤلفة في هذا المجتمع الإسلامي العظيم؟ ينبغي أن يكون فيهم علماء بالألوف المؤلفة ومضى عليهم سنين كثيرة، وهم يربون الجيل الذي يعيشون بينهم على هذا العلم الصحيح. لا وجود لهذا ولا لهذا، فمن الذي سيقيم الدولة المسلمة؟ لذلك فأول أساس لإقامة الدولة المسلمة هو ما يؤخذ من قوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم. لا شك نصر الله هو العمل بأحكامه، لكن نصر الله اليوم المترتب على العمل بأحكامه ليس كنصر الله في أول يوم حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الإسلام مباشرة. أما نحن فنحن بحاجة إلى دراسات طويلة وسنين عديدة وعديدة جدا حتى يتسنى لنا أن نوجد الألوف المؤلفة من العلماء الفقهاء حقيقة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. انظروا الآن صاع
صعوبة الحصول على العلم الصحيح وسهولة الحصول على العلم يومئذ. نحن الآن بحاجة إلى عديد من الوسائط والوسائل. نحن الآن نقول بحاجة أن نعرف شيئا غير الكتاب والسنة، وهو الذي ندندن دائما حوله، وهو معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح. كيف نستطيع أن نعرف ما كان عليه سلفنا الصالح؟ لا يمكننا إلا أولا بالكتاب، ثانيا بالسنة، ثالثا بالآثار السلفية. نحن الآن لا نجد علماء بالعشرات يتقنون علم السنة، فأين هؤلاء العلماء بالمئات والألوف يحسنون معرفة ما كان عليه سلفنا الصالح من الآثار التي خلفوها لنا قولا أو فعلا وتطبيقا منهم للكتاب والسنة. الآن في صعوبات كثيرة في طريق الدعاة اليوم، حقا لم تكن هذه الصعوبات موجودة في القرون الأولى لقرب العهد من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن اليوم بحاجة إلى مساعي ضخمة وواسعة جدا. هذه المعاني لا يفكر فيها الدعاة الإسلاميون إسلاما عاما، لا يعرفون أن هذا الإسلام اليوم يتطلب من المسلمين الخاصة دراسة علوم كثيرة وكثيرة جدا، منها تتبع الآثار السلفية حتى يصونوا بها أنفسهم عن أن يكونوا فرقة من الفرق الضالة كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحو ذلك، لأن هؤلاء ركبوا رؤوسهم وفسروا الآيات والأحاديث بعقولهم ولم يحاولوا أن يستعينوا بما كان عليه سلف الصالح. مع ذلك هذه الفرق كانت قريبة العهد بالنسبة إلينا، بينهم وبين الرسول عليه السلام 200 سنة 300 سنة، الآن بيننا وبينه عليه السلام 14 قرن. فإذا لتصفية العلم يحتاج إلى زمن طويل وعريض، ثم قرن التربية على هذا العلم أيضا يحتاج إلى جهود جبارة وجبارة جدا. فأين هؤلاء العلماء بهذه الكثرة التي لا تتحقق الفكرة الصحيحة إلا بالعلم الصحيح؟ ولا يكون هذا إلا كما شرحنا كتاب والسنة والآثار السلفية، ثم أن يقترن مع هذا التعليم الصحيح التربية الصحيحة. بدون هذا وهذا لا يمكن أن تقوم قائمة الدولة المسلمة التي يشترك فيها كل الدعاة الإسلاميين لفظا ويختلفون فيها منهجا وتطبيقا. وأسهل شيء أن يقول القائل منهم نريد أن نقيم دولة إسلامية ولو كانوا لا يعرفون من الإسلام شيئا. هناك نكتة سورية تقول: لقي رجل من الأعاجم يهوديا في طريقه، فقال له وهو متسلح بالخنجر، قال: ولن أسلم وإلا قتلتك. قال: دخلك، ماذا أقول؟ قال: والله لا أدري. فهو متحمس لإسلامه ويريد أن يقتل الكافر، لكن الكافر لما يستسلم يقول له: علمني ماذا أقول؟ يقول: لا أدري. فهؤلاء الذين يريدون أن يقيموا دولة الإسلام، دولة الإسلام يحتاج إلى دستور، يحتاج إلى شارح لهذا الدستور يسمى اليوم إيش؟ بالقانون. أين هؤلاء؟ الآن مسألة أفغانستان في اعتقادي ستكون عبرة عظيمة جدا للمسلمين، لأنهم إن انتصروا ونرجو أن يكون ذلك قريبا وأخرجوا أذناب السوفيات والشيوعيين من كابل ونحوها من العواصم هناك، واحتلها المجاهدون في سبيل الله،
ما صبغة هذه الدولة التي يدندنون أنهم سيقيمون الدولة الإسلامية؟ أحسن أحوالهم أن يقيموها دولة حنفية. لا أريد من هذا أن أقول دعوهم والروس ولا تساعدوهم على إخراج الروس، لا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض، لكننا يجب أن ننظر إلى العواقب، ومن لم ينظر في العواقب ما الدهر له بصاحب. سيقيمونها دولة حنفية. ماذا يوجد في هذه الدولة الحنفية؟ من قتل ذميا قتل به، هذا حكم حنفي، وتبناه رجل من كبار الدعاة الإسلاميين والذين كانوا متفوقين على بعض الدعاة الآخرين بشمول علمه سياسة واقتصادا وعسكريا ونحو ذلك، وليس بالخافي عليكم، وهو أبو الأعلى المودودي رحمه الله. لقد كتب بحثا طويلا ينتصر للمذهب الذي عاش فيه أن المسلم إذا قتل ذميا قتل به، واحتج ببعض الأحاديث التي لا سنام لها ولا خطام. وإذا قتل المسلم غير مسلم من أهل الذمة خطأ، قضية هذا الكافر قضية المسلم، ومن عهدي من معرفتنا بهم أنهم يحتجون بالعمومات القرآنية حتى لو دخلها تخصيص بالسنة المحمدية، لأنهم يزعمون أن السنة لا تخصص القرآن ولا تقيد مطلقه إلا إذا كانت متواترة. عهدنا بهم هكذا يردون السنة الصحيحة. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيها شرطهم وهو أن تكون متواترة. فلماذا هنا تمسكوا بالسنة الضعيفة أولا، ثم عارضوا عن السنة الصحيحة التي تنص لا يقتل مسلم بكافر، وأعرضوا عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الذم على النصف من دية المسلم. بعد هذا كله نقول لهم كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ كيف جعلتم ذمة دية الذم كدية المسلم ويقتل المسلم بقتله لهذا الكافر؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ فلو قامت الدولة الإسلامية في أفغانستان ستقوم على هذا المذهب الضيق وليس على أساس التطوية التي نزندن حولها طيلة هذا الزمان الطويل. لذلك فالدولة المسلمة لن تقوم قائمتها حتى لو وجدت جماعة إسلامية وفعلا حاولوا أن يحققوا الإسلام حاكما في الأرض، إنما هو إسلامهم وليس الإسلام المأخوذ من الكتاب ومن السنة. وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. نعم. أقول الجماعة هذه تنشئ لها مدارس ومثلا تحدد دروس وتوجيهات ومواعظ في بعض المساجد، ألا يحق لهم أن يكون لهم أمير يطيعونه في تنفيذ هذه البرامج في مثلا وضع جدول في المدارس؟ فلان يعطوه مادة الحديث، فلان يعطوه مادة الفقه، فلان يعطوه مادة التفسير، بارك الله فيك. ألا يحق لهذا الأمير أن يطاع في هذه الأشياء؟ وألا يجب على جوابي على هذا بارك الله فيك، كان لو قامت شركة في عمل دنيوي هل تقوم قائمة الشركة إلا برئيس يطاع؟ هذا أولى من هذا. ولكن المشكلة أنه لا يجوز لنا أن نعطي لهذا الرئيس ما أعطاه الشارع للخليفة الأكبر. لا 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 ل
طيب. نعم. وجوب الطاعة. يقولون أن هذا الأمير يجب طاعة. نعم. لأنه مطيع وجاهد. نعم. في أمر بارك الله فيك في أمر مستحب. قد يكون هذا الأمر الذي يأمرني به مستحب وقد يكون مباح. فيأمرني به. هذا الذي هذا الذي نخشاه وهذا الذي أشرت لي آنفا بشرط أن لا يعطى لهذا الأمير أحكام الأمير الأكبر. والآن أنت جئت بمثال الخليفة المسلم إذا أمر المسلمين بشيء كان مستحبا أن يتركوه وجب عليهم الطاعة. أما هنا لا ليس كذلك. نريد هذه لأن هم يا شيخ وقد أعطيتك إياها نفع الله بك حتى في المباح حتى في المستحب يرجمون في الطاعة. أنا عارف لهذا من خلافهم للشرع ومن إتيانهم بأحكام ما أنزل الله بها من سلطان والسبب استعمالهم القياس. الشيخ على طرف رقيب نعم في شرط الذي سلت غير يكلم بعمل أبدا يبقى حرية مطلقة ما هذا يقول ما يفعل يعني واحد يفعل الخير ويشرف أسسها ويبدأ مدارس ويبغى يدرسه يقول له ما لك طاعة أبدا يعني برامج هذه الحقها ما نبغى ننفذها ما لك حق هذا تصرف وغلط أيوه. ولا تقوم دعوة الإسلام مثل هذا وذاك يمكن يتجاوز يعني الطاعة التي يستحقها إلى طاعة الخليفة فأحسن مثلا توضع لهم إجابات بارك الله فيك تقرب وتوفق بين الوجهتين إن هذا ليس له قد يسلك مسلك المتفلتين هذا ليس له قد يسلك مسلك المتجبرين ولا التعاون يعني هذا تعاون البر والتقوى نقوم بالتدريس نقوم بالدعوة في هذه الحدود على مستوى قوة ومحبة يعني القيام بطاعة الله وتبليغ دعوة الله. أحسنت. نعم شيخنا قبل قليل يعني لما تجوز شيخنا تجويز تعدد الجماعات الإسلامية على منهج واحد ألا شيخنا هذا يفتح باب للحزبية؟ لأن الحزبية ليست من ذاك المنهج الإسلامي. أنا ضربت ارفع صوتك. تجويز الشيخ لتعدد الجماعات الإسلامية هل هذا يفتح باب للطريق أو سلوك طريق الحزبية؟ الجواب لا لأنني ضربت لذلك مثلا واضحا بينا فقلت يحكم على الجماعات بمثل ما يحكم على الأفراد فقلنا فلان تخصصه في التفسير والثاني في الحديث هو عدد ما شئت من التخصصات في مختلف العلوم سواء ما كان منها شرعيا أو ما كان منها ماديا صناعيا وما شابه ذلك هذه التخصصات هي من الواجبات الكفائية إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. إذا قلنا هذا بالأفراد هل يفتح باب التحزب؟ هذا محدث فله جماعة يخاصمون جماعة المفسر الذي له جماعة إلى آخره كما ذكرنا. طبعا هذا يخالف الإسلام لكن على كل المسلمين أن يستفيدوا من المتخصص في التفسير كما يستفيدون من المتخصص في الحديث من الفقيه من الاقتصادي من السياسي من إلى آخره. فإذا تجمعهم كلهم الاستفادة من كل متخصص دون تباغض ودون تباعد لأنهم كلهم على كلمة سواء. أنت سمعت هذا الكلام آنفا وقلنا بأن هذا الحكم الذي ذكرناه بالنسبة للأفراد وهو حق لا ريب فيه ينقل إلى الجماعات. أنا الآن كتوضيح لصورة التكتل هذا جماعة من الأفراد شكلوا لجنة في التفسير جماعة من المشتغلين من الحديث شكلوا لجنة من التفسير من المحدثين وعلى ذلك فاقس بقية إيش التخصصات. هل هذا يعني يكون مخالفا للشرع
موافقا له ما داموا جميعا ما يخرجون عن المنهج العلمي الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. واضح إلى هنا؟ الآن إذا سمحت الآن اللجان التي سميناها بلجان وعادة بتكون مؤلفة من 15 20، الآن منوسع الدائرة قد ما تتصور. هاللجنة هذه مؤلفة من الألوف المؤلفة، كويس؟ هل اختلف الأمر عن الأفراد أو عن الفرد في الحديث في التفسير أو أفراد لجنة سميناها عن ألوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت إيش؟ نظام واحد ومنهج واحد؟ الجواب لا. ما يترتب من وراء هذا ما خشيته من التحزب والتكتل، لأنه إذا دخل التحزب والتكتل لا فرق حينئذ بين الجمعيات وبين اللجان وبين الأفراد، ما في فرق إطلاق، كله مخالف لهذا المنهج الذي افترضنا أن يكونوا جميعا عايشين في دائرته. وهذه الآن نسمع من الدكتور ماذا أراد أن يقول. هذا أقول مثل هذا العمل واجب على المسلمين؟ واجب. خلص شيخنا جزاك الله خير. الكلام اللي تفضل فيه الشيخ يوجب يعني القيام بالعمل في شتى اللوائح الإسلامية. أي نعم. بشكل جماعي. أي نعم. لأن دولة الإسلام وأمة الإسلام لا تقوم إلا مثل هذه النشاطات الجماعية. أي نعم. جزاك الله خير. أن من مسألة استدلال أو من مسألة أن الأحناف يرون قتل المسلم بالذمي وأنهم يستدلون بآثار أو بأحاديث ضعيفة وبمقابل النصوص الصحيحة، وربما أشرتهم أيضا إلى كونهم يعني أو هذا هو واقعهم أنهم يستدلون، وخصوصا المتأخرون منهم يستدلون بالقرآن، وإن كانوا يعني لم يفهموا وجه الاستدلال من الآيات التي يستدلوا بها. وأذكر أن شيخنا الدكتور ربيع أن في رده على الغزالي استقرأ مين؟ الشيخ ربيع في رده على الغزالي في كتابه كشف مواقف الغزالي من السنة وأهلها وصل بالاستقراء إلى أن قدام الأحناف وأئمة الأحناف لا يستدلون على هذا المذهب المخالف بالقرآن، وإنما كانوا يستدلون بآثار عرف العلماء أنها لم تثبت، ولو أنه ثبت عندهم ما تقوم به الحجة والذي يأخذ به العلماء وعلى مقتضاه لا يقتلون المسلم بالذمي، لو ثبتت عندهم لكان اللائق بهم أنهم يأخذون بها ويتركون تلك الآثار التي هي غير ثابتة. فما هو تعليقكم على ذلك؟ بارك الله فيكم. أعني يعني ما توصل إليه شيخنا، أو هل أنتم اطلعتم على ما كتبه في كتابه أو لا؟ هل اطلعتوا على ماذا؟ ما ذكره الشيخ في كتابه كشف موقف الغزالي من السنة وأهلها. أنا أظن فهمت منك شيئا لم أقله، أو ما فهمت ماذا تريد، لسبب في شيء من الدوي وشيء من الضعف. لعلي أوضح. استمع إذا سمحت. أنا ما قلت إنهم يحتجون بالقرآن. أنا ما قلت أنكم قلتم، لكن هم يحتجون، قلت حالهم هم أو المتأخرون منهم. أنت تقول يحتجون، أنا أقول نعم. فأريد أن يعني رأيكم في هذه المسألة، هل تتفقون مع شيخنا أو قرأتم ما كتبه؟ ما قرأت ذلك. الذي أعرفه أنهم لا يحتجون بشيء من القرآن هم،
لكنهم يحتجون بما ذكرت من الآثار وقعت في عهد عثمان بن عفان وهي آثار غير صحيحة. والمودودي طرق هذا الموضوع بشيء من التفصيل يؤيد به مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن أنا خفت أن أكون ما أوضحت حينما أوردت آية أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، كنت أود أن يعتمد الأحناف على هذه الآية لأن من مذهبهم المعروف الاعتماد على نص القرآن ولو دخله تخصيص بالسنة، ذكرت هذا بشيء من التفصيل، لكنهم هنا ما عرجوا على هذه الآية التي يستنكر فيها رب العالمين التسوية بين المسلمين وبين المجرمين. لكن جوابا عن سؤالك، أنا لا أعلم أو على الأقل لا أستحضر أنهم استدلوا بشيء من القرآن في حكمهم بقتل المسلم بالذمة أو بتسوية بين دية قتل الخطأ إذا كان مقتول مسلما أو كان كافرا. الغزالي المردود عليه الذي رد عليه شيخنا هو يدعي ذلك وأن الأحناف يستدلون بالقرآن، ولهذا طرق هذه المسألة واستقصى فيها وقال إن الأحناف ما كانوا يستدلون، قدماهم ما كانوا يستدلون. ولعلي فهمت ولعلي أكون أصبت أو أخطأت أن ما عدا القدامى منهم أن المتأخرين يعني كما فهمته من كلام شيخنا ومما نقله أنهم احتجوا بدلالات بعض الآيات وإن كانوا يعني مخطئين بالاحتجاج بها. ممكن هذا أن يكون، لكن يكون استدلالهم بالنصوص العامة التي تولى الرسول عليه السلام بيانها بالسنة، النفس بالنفس مطلق، هذه نفس يهودية فالنفس بالنفس، لكن هذا استدلال مما يعني ما ينبغي الوقوف عنده لوهائه وشدة ضعفه، لأن الاستدلال بالعمومات كما نقول في مجال آخر هو من الأخطاء الفاحشة التي لا يتنزل. نعم يلا بسم الله. في مسجد قريبنا السفر إن شاء الله اليوم نصلي المغرب ونجمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء وننطلق إن شاء الله لنتمكن من أداء العمرة قبل صلاة الفجر إن شاء الله. كيف الضرورة واجدة بارك الله فيك، باعتبار أني أريد أن أكمل فحصي بالنسبة لركبي قبل صلاة قبل حضور العيد في الأيام هذه الباقية، أتردد على المستشفى ولا أريد أن أتأخر بعد الحج عن بلدي لأن هناك مشاريع علمية قمنا بطباعتها وقد تتعطل أو تتأخر المطبعة فيما إذا تأخرت أنا، فأريد أن أهتبل هذه الفرصة وأن أتردد على المستشفى هناك قبل حضور الحج، ولذلك فقد قررنا ونرجو من الله التيسير أن نسافر الليلة بعد صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم إن شاء الله، فنرجو دعواتكم. يا الله كيف لا ما نرجع ما نرجع لا هذه الحجة تكون يعني عددها أي حجة تكون إيش؟ يعني كم حجة حجتنا وهذه الحجة تكون يعني كم؟ ما شاء الله تذكرون ولا؟ لا ما أذكر ليش؟ ليس من عادة الإحصاء، كثيرة كثيرة جدا كثيرة يعني والحمد لله، لكن ما وراء السؤال ليس وراءه إلا فقط المعرفة بس هيك يعني والله لا أحصل هي يعني عددها أي حجة
تكون ايش؟ يعني كم حجة حجيتم او هذه الحجة تكون يعني كم رقم ما شاء الله تذكرون ولا؟ لا ما اذكر ليش؟ ليس من عادة الإحصاء كثيرة كثيرة جدا كثيرة يعني والحمد لله لكن ما وراء السؤال ليس وراءه إلا فقط المال بس هيك يعني والله لا أحصل هي الحمد لله كثيرة جدا نعم بسم الله الرحمن الرحيم السؤال وهو يعني يكثر الآن في الساحة الكلام في حكم التجويد والتطبيق وتطبيق الأحكام التجويدية المعروفة كالإدغام والإخفاء والمدود بأنواعها وغيرها من الأحكام المعروفة المشتهرة الآن والكلام فيها كثر البعض يقول أن هذه الأحكام واجبة ويؤثمون من لم يتعلمها تعلما ويعدونه آثما ويقولون بوجوب هذه الأحكام والبعض الآخر قد يتساهل فيها ويتهاون في أمرها فالسؤال هنا أولا ما رأيكم في قول من قال إنها واجبة وأثم من ترك تعلمها ثانيا أريد رأيكم أيضا في مشروعية هذه الأحكام ويعني الأدلة عليها من الكتاب والسنة والآثار السلفية ويحضرني أن بعض السلف أو بعض الأئمة لهم فيها في بعض الأحكام كلام مثلا بعضهم كره الإمالة وبعضهم كره الإدغام الثقيل ويعني لهم نصوص في بعض الجوانب وهكذا في بعض الأئمة المتأخرين مثل الذهبي وغيره نجد لهم لهم أقوال في هؤلاء الذين بولين بهم حقا وهم الذين يتنطعون في قراءة القرآن ويتكلفون تكلفا شديدا في إخراج الحروف ويعني تكلفا يعني يحتاج أيضا إلى بيان حكمه فهذا السؤال يعني نود أن تعطينا فيه جوابا وافيا ينفع الله سبحانه وتعالى إن شاء الله به أقول وبالله التوفيق إن الأحكام التلاوة والتجويد شأنها عندي شأن الأحكام الواردة في المذاهب فبعض هذه الأحكام من حيث ثبوتها لها دليل من الكتاب والسنة وتارة إجماع الأمة وبعضها بالقياس والاجتهاد والاجتهاد والقياس معرض للخطأ والصواب هذا من حيث الثبوت ومن حيث الحكم فبعض هذه الأحكام كما لا يخطاكم هي واجبة أو فريضة يؤثم مخالفها أو تاركها وبعضها من السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وبعض هذه الأحكام خاصة ما كان منها قد صدر عن العلماء المتأخرين الذين غلب عليهم الجمود على التقليد فيقع منهم استحسان لبعض الأحكام وهي بدعة مخالفة للسنة هذا التفصيل الموجود في الأحكام الفقهية موجود تماما في الأحكام التجويدية إذا صح التعبير ومن المؤسف
أننا لا نجد في كتب الحديث بابا عفوا كتابا فضلا عن أننا لا نجد قصدا فضلا عن أننا لا نجد بابا خاصا يتعلق بهذا الموضوع الذي تسأل عنه. ولذلك الأمر ليكون الإنسان في ذلك على بينة يحتاج ما يحتاجه العالم الفقيه فيما يتعلق بالأحكام الشرعية من المعرفة بالتفسير وبالحديث متنا وإسنادا حتى يتمكن من تمييز ما له دليل أولا وما ليس له دليل، وثانيا أن يعرف أحكام المسائل التي تعرض لها الكتاب والسنة. يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة وبالآثار السلفية، وهذا طريقه ميسر كما تعلم مذلل، بحيث يستطيع العالم أو طالب العلم المجد المجتهد أن يصل إلى معرفة ما هو في صدد البحث عنه من الأحكام الشرعية. أما ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بعلم التجويد فذلك صعب جدا. ولذلك فالجواب عندي أنه يجب أن يكون عندنا علماء بالتجويد، وهؤلاء لهم وجود الحمد لله، لكن في علمي ليس لدينا علماء في علم التجويد سلفيين كما يوجد عندنا في الأحكام الشرعية، لأننا بهؤلاء العلماء نستطيع الإجابة عن سؤالك ذي الشقين: هل كل هذه الأحكام لها أدلة من الكتاب والسنة؟ ثم هل كلها بمثابة واحدة فهي كلها واجبة يأثم تاركها، أو هناك أحكام شيء منها واجب وشيء منها مستحب، إذا أخل بهذا الشيء المستحب لا يعاقب ولا يحاسب، بخلاف ما إذا أخل بالقسم الأول. الذي يتمكن من إجابة عن مثل هذا السؤال هو العالم المجود السلفي، لأنني أعتقد أنه التلاوة أو القراءة لأحكام أحكام التجويد مأخذها تلقي وليس مأخذها كالأحكام الفقهية تؤخذ من الكتب مباشرة إن لم يكن لطالب العلم شيخ متمكن في العلم بالكتاب والسنة. أنا مثلا لست متخصصا في علم التجويد، فلا أستطيع أن أدعي ما ليس لي، فأقول مثلا مد الطبيعي فهو واجب. أنا أقول هذا في نفسي، لكن لا أستطيع أن أفتي به خشية أن يكون هناك عند المتخصصين في علم التجويد دليل يلزم القارئ بأن يمد المد المنفصل 4 حركات أو 6 حركات والمد المتصل 5 حركات.
يمكن أن يكون عند المتخصص في هذا العلم دليل يلزمني أنا بأن أقول بمثل ما كنا قرأناه حينما ختمنا القرآن على بعض العلماء هناك. أما أن نقول هذا واجب وهذا مستحب ليس بواجب، فهذا ينبغي أن يتولاه المتخصصون في هذا العلم. ولذلك فأنا أتمنى أن يكون بعض طلبة العلم الذين نراهم الآن منكبون على علم الحديث إخوانا عجيبا جدا، ويهملون العلوم الأخرى، منها مثلا علم التفسير، منها علم التجويد، لأن تخصص هؤلاء في هذا العلم سيكون فتحا جديدا في مجال علم التجويد، لأن العلماء الموجودين اليوم ما في عندهم ثقافة سلفية أنه يجب أن يرجع في كل مسألة إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله، ولذلك فهم لا يحرصون أن يميزوا هل صحت هذه القراءة أم لم تصح، هل هذا الحكم واجب ولا مستحب، ما يهمهم. أما إذا نشأ جيل من الشباب السلفي وتخصص في دراسة علم التجويد فسيكون سببا كما قلت آنفا لفتح جديد في هذا العلم الذي يختلف فيه العلماء كما ذكرت خاصة في هذه البلاد، وبصورة أخص البلاد النجدية، لأن البلاد النجدية في الحقيقة قبل محمد عبد الوهاب ما كانوا شيئا مذكورا، ولذلك فلا يعرف فيهم علماء متخصصون في كل علم، بالتالي لا يعرف منهم علماء كالعلماء الموجودين في مصر في سوريا في الأردن بل في باكستان وغيرها، يحسنون قراءة القرآن على الأحكام التجويدية بغض النظر ما حكمها ما دليلها. ولذلك نسمع حينما طفنا خاصة في شهرين سابقين، لابد أنك سمعت لأن جئت عمرة، كنا نصلي في بعض المساجد فنرى تفاوتا كبيرا بين بعض الأئمة وآخرين، بعضهم يقرأون قراءة جيدة وأفهم أنهم تلقوا القراءة هذه عن بعض علماء التجويد، وبعضهم كالعامة لا يحسنون أن يتلوا القرآن. فالمقصود يجب أن يتخصص ناس مؤسسين على الدعوة السلفية ليقدموا جوابا عن مثل هذا السؤال. لكن أنا مطمئن تماما أن واجب من لا علم عنده أن يتبع من كان علم عنده بمسألة ما. فيما يتعلق بالأحكام الشرعية ليس لعامة الناس أن يقولوا لا هذا مو صحيح وهذا مش معقول، لا، فاسألوا على ذكري كنتم لا تعلمون. هذون علماء التجويد في هذا العلم هم أهل الذكر، فإذا قالوا مثلا أحكام التجويد كلها للوجوب وكلها تلقيناها عن مشايخنا بالتوارث خلف عن سلف، فيجب على الآخرين من أمثالنا أن يتبعوهم فيما يقولون. الشأن في ذلك الأحكام الشرعية، يجب على كل مسلم أن يفهم الحكم الشرعي بطريق دراسته الشرعية إن كان دارسا أو إن كان أميا، أن يسأل العالم ويفتيه ويعمل به، فإذا خالف يكون عاصيا، لأن الله يقول فاسألوا عن ذكري إن كنتم لا تعلمون.
فهو ليس بالعالم حتى يسأل نفسه، ولا هو بالسائل مع أنه جاهل أو يركب رأسه ويفتيها بما عنده من جهل. فكما أن هذا لا يجوز في الأحكام وعليه أن يسأل العلم، كذلك لا يجوز في التجويد وعليه أن يسأل أهل العلم. وكما أنه فيما يتعلق بالأحكام إذا سأل عالما وعمل بفتواه ثم تبين له فيما بعد أن هذه فتوى مخالفة للدليل من الكتاب والسنة، يجب أن يرجع عنها إلى ما قام الدليل عليه من الكتاب والسنة. كذلك يجب بالنسبة لعلماء التجويد أن يسألوا وأن يفتوا بما عندهم، أصابوا وما أخطأوا هذا أولا بينه وبين ربهم، ثانيا بالنسبة لنا نتبعهم لأنه ليس لنا خيرة بأن ندع رأي العلماء المتخصصين إلى جهلنا نحن بهذا العلم، فعلينا أن نتبع. فإذا ظهر لنا أن في هذا الاتباع شيء من المخالفة بالدليل الشرعي خالفناهم واتبعنا الدليل الشرعي. أضرب لك مثلا، اليوم القراء عمليا يختلفون، منهم مثلا من يقف عند رؤوس الآية الفاتحة يقرأها آية آية، وهذا من السنة كما تعلم. منهم من لا يفعل ذلك، قد يصل آية بأخرى، وبخاصة إذا كانت الأخرى من حيث المعنى متممة للأولى، فهنا يوصل وكأنه يرى ذلك واجبا. والدليل على ذلك أننا نجد في المصاحف المطبوعة حتى اليوم، وبخاصة ما كان منها مطبوعا في إسطنبول، نجد إشارات لا لا تقف، مثل قوله تعالى ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فويل للمصلين لا أي لا تقف. ولذلك فعلا جمهورهم لا يقفون لأنهم يأخذون المسألة بالعقل وبالمعنى. فما موقف علماء التجويد والقراءة بالنسبة لهذا المثال القدامى والراجح عند الجمهور؟ أنه لا يصل آية بأخرى لأن هذا خلاف السنة. لكن المتأخرين الذين لا يهمهم دراسة أحكام التجويد على ضوء ما ثبت في السنة يقولوا لا، نحن الراجح وصل آية بالأخرى ما دام الوقوف يفسد المعنى. فهنا استطعنا أن نخالف جماهير القراء اليوم وأن نقول الوصل خلاف السنة والوقف هو السنة. لكن يا ترى ما حكم من وصل؟ هل أثب أم ترك السنة التي لا يعاقب تاركها ويثاب غيرها؟ قول بقى بدك إنسان معلم عارف بأحكام التجويد وبأدلة هذه الأحكام، هو الذي يستطيع أن يعطيك الجواب الثاني عن السؤال الثاني. نحن نقول السنة الفصل، لكن ما حكم الوصل؟ ما ندري، لأننا ما وجدنا جواب هذا السؤال فيما اطلعنا عليه من السنة. ولكن من الممكن أن المتخصص يجد جوابا لمثل هذا السؤال. كذلك مثلا بعضهم كما تعلم في سور القصار إذا ما انتهى من قراءة مثلا والضحى
يكبر يقول الله أكبر، هذا أيضا لا أصل له في السنة. لكن يقولون أنه متواتر بالإسناد. هو هذا من هو هذا من أشياء التي يدخل في كلام السابق، لابد لها من دراسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول من الذي يستطيع أن يقول أن هذا متواتر؟ هو المطلع على علم القراءة والتجويد اطلاعا يشبه اطلاع العالم على أدلة المسائل المختلف فيها من الكتاب والسنة. وكيف يثبت هذا التواتر؟ بالتلقي. التلقي. أي لا، بالتلقي. لذلك أقول أن الأمر يحتاج إلى متخصص متأصل فيه مبدأ تحري الاختلاف، تحري الصواب مما اختلف فيه العلماء. وعلى ذلك فقس، هناك أحكام كثيرة وكثيرة جدا. ضربت أنت مثلا في مثل الإدغام مثلا ونحوه، هل هذا الإدغام فعلا كان الرسول عليه السلام يفعله؟ يحتاج إلى دراسة. فإذا ثبت أنه كان يفعله يحتاج إلى دراسة ثانية. ما حكمه؟ ممكن أن أقول أنا أن حكم هذه الغنة مثلا هو كحكم مناسك الحج، الأصل فيها الوجوب إلا ما قام الدليل على عزمه في بعض مناسك الحج. فأقول الأصل فيما قرأه الرسول عليه السلام أو في الوجه الذي قرأه عليه الصلاة والسلام أنها للوجوب، لأن القرآن هكذا أنزل وهكذا لقنه جبريل الرسول عليه السلام، فالأصل وجوب إلا إذا قام الدليل على غيره فهو ليس بواجب. نحن اليوم صلينا العصر في ذاك المسجد، ما استطعت في أي ركعة من الركعتين الأخيرتين أن أقرأ الفاتحة ولا نصفها. أنا تستعد في نفسي إن هذا الإمام شو بيقرأ القرآن هدى كهذا الشهر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأنا لسه ما نصفتها. هذه مشكلة. فيجب إذن على هؤلاء الأئمة أن يتلقوا قراءة القرآن من أهل القراءة، ثم بعد ذلك يبحث إن استطاع عن حكم هذه الأحكام، أهي فريضة أم هي سنة. يحتاج هذا في الواقع كما قلت لك متخصصا، ولست بهذا المتخصص لكن أقدم هذه البيانات بصورة عامة. وإذا كان لابد للجاهل من أن يقلد فيجب أن يقرأ كما يلقن وكما يسمع. فإذا تبين له أن فيما سمع خطأ تبين له بالحجة والبرهان رجع عنه كما هو الشأن في الأحكام الشرعية. هذا ما يمكنني أن أقول بالنسبة لهذا السؤال. أيضا الشيخ لا زال في حول نفس السؤال، وهي أيضا قضية تكثر الآن في الساحة. الآن يعني كثير ممن لا سيما الشباب الذين وفقوا لإتقان هذه الأحكام تلقيا، لما أتقنوا هذه الأحكام وبرزوا فيها إتقانا رأوا يعني علماء وأجلة وأفاضل لم يقرأوا القرآن أو لم يطبقوا في قراءتهم القرآن هذه الأحكام لكونهم لم يتلقوها كهؤلاء. فهذا جرى الشباب إلى شيء، وهو يعني التنقص من هؤلاء العلماء، مثلا إذا يعني أخل بإطغام أو إخفاء أو غير ذلك
يعني أخل يعني أن تنقص من العالم وهون من منزلته ربما في علمه وليس فقط في تطبيقه لهذه الأحكام. فهذه يعني أنا أرى أن الذي جرهم لمثل هذا الكلام ما تلقوه من هؤلاء المقرئين لأن هذه الأحكام واجبة وجوبا عينيا ويؤثم تارك هذه. ثم وجدوا أن العلماء هؤلاء الأفاضل الأجلة الذي يشهد لهم بالفضل في علمهم يعني يطبقون هذه الأحكام لكن ليس ذاك التطبيق المتكلف الذي يصل لهذه الدرجة. هم لا يلحنون ويخرجون الحروف من مخارجها لكن ربما بعض الأمور التي المدود أو غيرها التي لا يعد فيما يعني أرى لا يعد الخطأ فيها لحنا مخلا بالمعنى لحنا مخلا بالمعنى. فيعني هذه مشكلة حقيقية ويعني تكثر. فنريد يعني توجيه منكم في هذا القضية. أنا أرى ما ألمحت آنفا من أن المشايخ في نجد فعلا ما كان عندهم قراء تلقوا العلم عن أهل القرآن كابن الجزري مثلا. ابن الجزري محدث كابن كثير وفقيه كبعض الأئمة المشهورين كالنووي متخصص في الفقه الشافعي. هو بالإضافة إلى ذلك له تخصص في قراءة القرآن بل في القراءة العشر وله كتاب في هذا المعنى النشر. هنا هذا الرجل يجب على علمائنا المشار إليهم آنفا أن يقرأوا كتبه المتعلقة بعلم التجويد. هو مثلا له أرجولة. كنت أنا شاب حينما قرأت القرآن على والدي رحمه الله لأنه هو تلقى القرآن أيضا عن بعض مشايخه وكان ذكر لي أنه عنده إجازة تقتصد هذه الإجازة بفخر الدين الرازي صاحب التفسير المشهور بالتفسير الكبير وسماه هو مفاتيح الغيب. علماء الأتراك وغيرهم تلقوا القراءة على وجه يختلفون في بعض الحروف عن قراء العرب أنفسهم وبصورة خاصة ما يتعلق بحرف الضاد. أنا شخصيا بناء على تلقي للقراءة من والدي ثم بناء على ما قرأت من رسائل تتكلم حول النطق بحرف الضاد تبين لي أن العرب أنفسهم يختلفون في النطق بالضاد نعم. وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. وأن الضاد الشامية والضاد المصرية تختلف تماما عن الضاد العراقية والضاد النجدية. والنطق بهذا الحرف أقرب إلى الصواب على الوجه الذي يتكلم بها ويقرأ بها أهل نجد وأهل العراق من النطق الذي ينطقه المصريون والشاميون.
ابن الجزري هذا، ممكن تحكي نقطتين يا شيخ؟ ابن الجزري هذا يقول في أرجوزته